السلام عليكم، انا اسمي محمد جمال، سايبر سيكيورتي سينيور كونسلتنت في سيكيور نتوركس. احنا سايبر سيكيورتي فيرم، الهيد كوارتر بتاعنا في كاليفورنيا، بس احنا متواجدين برضو في الميدل ايست، في السعوديه وفي الامارات وفي مصر وكده. انا خريج الشروق بدوي يعني في 2016. كنت حابب اتكلم عن فكره السايبر سيكيورتي. مين هنا كمبيوتر ساينس الشروق؟ حلو. مين هنا طيب ليه في السكيورتي، عايز يدخل سكيورتي، عايز يتخصص سكيورتي؟ حلو، حلو قوي. انا عارف في هنا دكاتره قاعدين، عشان ما نلبكش. انا عارف ان فيش حد منهج السايبر سكيورتي او منهج انفورميشن سكيورتي عامه في جامعات مصر كلها ما بيدرس. حتى السكيورتي اخر حاجه انا كنت موجود فيها هنا كانت في سنه رابعه بتدرس كريبتوغرافي. فمش حابب اطول بس عليكم في الانترودكشن. انا حابب اتكلم عن الماوس فصل. طب حد يقلب اهو. والله اهو تمام. طب خلاص اوكي. طب بص، انت ممكن تقلب وانا اقول لك يعني. فاول انا عندي ثلاث تراكات رئيسيه او ثلاثه فيلدز في السايبر سيكيورتي، هي اللي بتتحكم ان كل واحد بيعمل ايه. كل يعني المين او الميجر تارجت بتاعنا هي فكره ان انت ازاي تسكيور اي داتا موجوده على اي ديفايس، بتتنقل على اي نتورك، موجوده في اي انفايرمنت خاصه باي اسيت. فاول تراك، معلش انا هيبقى كلامي سريع شويه، ان التوك 18 ما بيسجلش، انا تعبت. اوكي. فاول تراك بيتكلم عن فكره البلو تيمينج. انا في مينلي في السايبر سيكيورتي. كده طيب، حد المايك ما يجي، في حد مستمع صوتي؟ تمام. في السايبر سيكيورتي انا عندي ثلاث تراكات رئيسيه. الديفنسيف سيكيورتي هو ازاي ان انا عندي معلومه او ازاي انا عندي اسيت وعايز امنها. الاوفنسيف سيكيورتي او الريد تيمينج، ازاي انا عايز اخترق الانفايرمنت دي عشان اجين اكسس على المعلومه اللي الديفنسيف اصلا بيحميها. والتراك الثالث اللي هو الجي ار سي او الجوفرنس ريسك وكومبلاينس، ازاي ان انا احط بوليسي وبروسيجرز وبلان الانفورميشن سيكيورتي للتراك ده ذات نفسه. فتراك البلو تيم ده مش حاجه واحده، ده تحتيه سب تراكس، وكله برده الريد تيم تحتيه سب تراكس، والجي ار سي او البربل تيم تحتيه سب تراكس. فالسب تراكس بتاعت البلو تيم subtracks بتاعت البلو تيم متقسمه على اكتر من حاجه، بس دول اهمهم. السكيورتي امبلمنتيشن، ان انا عندي فيه سكيورتي سوليوشنز زي الانتي فايروس، زي الفاير وول، زي الاي بي اس، زي الواف، زي الحاجات دي كلها. كل واحد ليه فانكشن معينه، كل واحد ليه فانكشن بتحمي جزء معين من الاسيتس بتاعتي. انا المفروض ان انا اعمل لها امبلمنتيشن، ان انا اركبها في الانفايرمنت بتاعتي، واللي انا اخليها تدار بشكل صحيح بحيث ان هي تحقق الفانكشنز اللي هي عايزها، سواء هتحمي لي النتورك بتاعتي، هتحمي لي الانفورميشن بتاعتي، هتحمي لي السيرفرات بتاعتي، هتحمي لي اي مكان. كل طبعا سوليوشن ليه فانكشن معين. ففكره الامبلمنتيشن ده تراك لوحده، في ناس كتيرة شغاله فيه. فكره يعني خليني اجمع ما بين 2 و4 مع بعض. فكره يعني ايه ثريت انتليجنس؟ ثريت انتليجنس دلوقتي، انا لو جيت عملت اتاك على الشروق، انا لو جيت اخترقت الشروق، فبيطلع لي حاجه زي اسمها زي فود برينتس. فود برينتس يعني ايه؟ الاساليب اللي انا مشيت بيها، الحاجات اللي انا استخدمتها، التكنيكس والتاكتكس والبروسيجرز اللي انا عملتها. فبتطلع على هيئه حاجات زي اسمها اي او سيز، او اللي هي انديكيتور اوف كومبرومايزز، وحاجه اسمها اي او اي اللي هي انديكيتور اوف اتاكس. فدي بتبقى زي بصمه كده للاتاك بتاعي. فكره الثريت انتليجنس اللي انا بجمع كل الرولز وكل الاي او سيز والاي او ايز بتاعه الاتاكس اللي بتحصل، عشان ابقى عارف مين بيعمل ايه ومين بيأتاك ازاي. فكره الثريت هانتنج اللي انا ببقى برو اكتف، انا مش لازم استنى ان الانفايرمنت بتاعتي تخترق، او مش لازم استنى ان حد يسرق المعلومات عندي. لا، انا بشوف كل الاتاكرز واخد كل الاي او سيز بتاعتهم واحاول ادور عليها عندي في النتورك، بحيث ان انا اشوف هل في حد لو حابب ان هو يخترق الانفايرمنت بتاعتي هيعرف ولا لا، بيزد على التكنيكس اللي موجوده عنده. فكره الانسيدنت هاندلنج والريسبونس، دول اول ناس بياخدوا في وشهم لما بيحصل اتاك في الانفايرمنت.
انا دلوقتي في شركه بيحصل عليها اتاك دلوقتي، فانا دلوقتي في عندي داتا بتتسرب، في عندي فلوس بتتسرق، في عندي بيانات ناس بتتباع. انا دلوقتي محتاج حد على ما اشوف بقى ايه اللي حصل والكلام ده كله ده جميل، انا بس محتاج دلوقتي حد يوقف اللي بيحصل. دي وظيفه الانستنت هاندلنج والانستنت ريسبونس، ان هم لازم بيتعاملوا مع من اول الفيرست ميتنج الفيرست مينيت اوف اتاك، ان انا دلوقتي عندي اتاك بيحصل دلوقتي انا لازم اوقفه. فدي طبعا بتبقى من اهم الوظائف حاليا الموجوده في الماركت، فكره الانستنت هاندلنج والانستنت ريسبونس بسبب كميه الاتاكس اللي بتحصل. يمكن 2020 من اكتر السنين اللي حصل فيها تم اختراقات. ممكن يعني ايه، العالم كله بيخترق في ناحيه ومراكز ابحاث كوفيد 19 بتخترق في ناحيه تانية خالص. كل الهاكرز من كل الدول بتتاك المعامل دي وبتتاك الريسيرش لابس دي عشان كله يوصل لاخر ريسيرش اتعمل في كل حته، وتبقى زي ايه، يبقى كل دوله تبقى بايونير في الحته وتطلع بالريسيرش ده قبل الثانيه. فكره السكيورتي اركتكتنج، اللي انا ببني الاركتكتشر بتاع السكيورتي بتاع الاورجانيزيشن بتاعتي، بحط السكيورتي لايرز بتاعي ايه يكون قبل ايه وايه يعدي على ايه وبعد كده يعدي على ايه. ففكره الاركتكتشر ده اصلا بيكون في البدايه خالص. لا 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 لا، ارجع كمان. طب بص، افصل البرزنتيشن. تاني تراك بالنسبه لي هو البيربل تيم او الجي ار سي، او الناس اللي بتحط الرولز او الجوفرنس او الكومبلاينس بتاعه المكان. انا دلوقتي عندي بلان للانفورميشن سيكيورتي بتاعه الاورجانيزيشن، لازم اكون حاطط رولز للموظفين بيمشوا على 1 2 3. مين اللي بيحط الكلام ده؟ هو اللي بيحط الكلام ده هو البيربل تيم. هو كمان البيربل تيم مش وظيفته بس ان هو يحط بوليسيز وبروسيجرز بس، على قد ما هو كمان بيقيس الافكتيف بتاع الريد تيم والبلو تيم مع بعض. فهو زي الاوديت، بيعمل اوديت على ده وعلى ده، يشوف ده فاهم شغله صح ولا لا، وده فاهم شغله صح ولا لا. فلازم البيربل تيم يكون فاهم ده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي. عشان كده مفيش حد من البدايه خالص بيتخصص بيربل تيم، انت لازم تكون اشتغلت شويه في ده ولازم تكون اشتغلت شويه في ده عشان تعرف تاوديت على ده وتعرف تاوديت على ده. فهم اللي بيحطوا السكيورتي بوليسيز والبروسيجرز والكومبلاينس، بيعملوا انهانسمنت للريد تيم والبلو تيم. فدول بيكونوا الناس يعني المشرفين على ده وعلى ده. ممكن تقلب بقى. ده احنا، ده دي وظيفتنا اللي احنا بنكراك كل اللي هم عملوه، بنكراك البلانز اللي هم حطوها، بنكراك السوليوشنز اللي هم حاطينها، بنكراك البروسيجرز اللي هم حاطينها. احنا وظيفتنا، او عشان انا التيم ليدر بتاع الاوفنسيف سيكيورتي تيم، فانا بتكلم من وجهه نظر الاوفنسيف سيكيورتي او من وجهه نظر الريد تيمينج، مش دعوه بالناس التانية. انا وظيفتي ان انا بكراك او بكسر حمايه كل اللي هم عملوه. فدي من ضمن التراكات او من اهم التراكات اللي موجوده عندنا في تراك الاوفنسيف سيكيورتي او في فيلد الاوفنسيف سيكيورتي او في فيلد الريد تيمينج. اول حاجه البنتريشن تيستينج، وده من اهم الحاجات او من اكبر التراكات الموجوده دلوقتي، من اكبر الوظائف المطلوبه في السوق، سواء جوه مصر او بره مصر. يمكن بره مصر كمان متشعبين اكتر فيها. وظيفه البنتريشن تيستينج، انت دلوقتي بتيجي تقول لي انا عندي انفايرمنت سكيورد بالطريقه بتاعتي، انا عايز الجول بتاعك دلوقتي اللي انت تدخل البنتريشن تيستينج عباره عن اختبار اختراق. بمعنى ايه؟ اللي انت بتحاول تيست لو حد عايز يجي يعمل اتاك او هاك على الانفايرمنت دي هينجح ولا لا. فانت بتطلع لي اكبر قدر من الثغرات الامنيه اللي موجوده في السيستم ده وتقول لي كمان ازاي اعالجها. ما مش بيطلعها لي بس، انت كمان بتقول لي ازاي اعالجها. الادفانس تريت ايميليشن، بمعنى ان لو على ناخد على سبيل المثال دول الخليج، دول الخليج من اكتر الدول التارجتد للاتاكس بسبب بقى شركات البترول وشركات الغاز وكل الشركات. معنى الاصح الخليج بالنسبه لهم ايكوال فلوس، فيمكن اكتر الناس هي تارجت للاتاك. يمكن ما فيش هنا حد مثلا ما سمعش، او ناس مهتمه مثلا بالسكيورتي ما سمعتش عن يمكن ده واحد من اكبر الاتاكس اللي اتعملت في اخر 20 سنه، اتاك شركه ارامكو بتاعه البترول. ضربت بماله الكامبين اللي اسمه شمعون اللي عملته ايران عليها.
وزي الستاكس نت لما ضربت المفاعلات النوويه بتاعت ايران و و و و. فانا في الادفانسد ثريت ايميليشن الشركه بتجيبني وتقول لي انا عايز اعمل سيميليشن للاتاكينج جروب ده. الاتاك جروب يعني مثلا على سبيل المثال في واحده من اكبر اتاكس جروب على مستوى العالم اسمها لازرس. لازرس دي بتاعت كوريا, هي مش عارف كوريا الشماليه ولا كوريا الجنوبيه, يمكن من اشهر الاتاكس اللي عملوها الاتاك بتاع سوني ساعه لما اتعملت على بلاي ستيشن 3 وسربوا كل الداتا بتاعته والسورس كود بتاعه. كان اتاك كبير واتعمل عليه افلام يعني. فانا عايز اعمل سيميليشن لكل التكنيكس اللي بتستخدمها لازرس عندي على الانفايرمنت بتاعتي عشان اشوف هل هم لو جم ترجتوني في يوم من الايام هيمشوا معايا ولا مش هيمشوا معايا. فدي فكره الادفانسد ثريت ايميليشن, اللي انا بعمل ايميليشن او سيميليشن للتكنيكس بتاعه الاتاكينج جروب بعينه عشان الراجل يشوف هيسلكوا معايا ولا مش هيسلكوا معايا. فكره الريفرس انجينيرنج او احنا بنسميها الباكورد انجينيرنج هي ان انا بعمل دي كونستراكشن للسوفت وير. انت عندك سوفت وير طالع في الفاينل ايمج بتاعته ان هو exe.exe او اي ما كانت الايمج بتاعته, انا برجع بعمل ريفرس انجينيرنج او باكورد انجينيرنج بحيث ان انا ارجع للسورس كود والديزاين بتاعه وارجع للاركتكتشر بتاعه. وده بيساعدني في ثلاث حاجات: افهم السورس كود ماشي ازاي, افهم السوفت وير نفسه ماشي ازاي, بقدر اطلع الباجز والفولنربيليتيز اللي موجوده في الكود نفسه اللي ما اقدرش اطلعها من السوفت وير وهو شغال. لما بشوف السورس كود بتاعه بقدر اشوف مثلا البروسيس اللي بتشتغل فين في الميموري, بتالوكيت انهي ريجستر في السي بي يو, بقدر اشوف حجم مثلا بتكلم ستاك ولا الستاك فلو بتاعها ماشي ازاي, الهيب فلو ماشي ازاي, هقدر اعمل اوفر فلو في حته معينه ولا لا. ودي دي لوحدها بتطلع لي فولنربيليتيز ثانيه كتيره. فكره السورس كود ريفيو دلوقتي في ناس كتيره, شركات كتيره وبنوك تانية كبيره بتجيب شركات سوفت وير هاوسز تعمل لها الاي بانكينج بتاعها والاي والتس بتاعها والكلام ده. طب انا اضمن منين ان الراجل اللي انا جايبه من السوفت وير هاوس ده مش عامل لي حاجه كده ولا كده في الاي بانكينج بتاعي؟ حاجه من الحاجات اللي احنا طلعناها في واحد من اكبر بنوك في دوله ما, كانت السوفت وير هاوس سايب باك دور في الاي بانكينج بتاعه ويقدر الديفلوبر اللي عامله يقدر يدخل على كل حسابات العملاء ويقدر يتريد بالكريدت كارد بتاعتهم, ومش هتبان عندهم في اللوجز ومش هتبان ان في حد من بره دخل, وهيبان ان ده ترانزاكشن طبيعي جدا من العميل. كان ساعتها البنك خسر في 6 شهور ما يقارب من 65 مليون دولار. فدي كانت حاجه من الحاجات اللي خلت السورس كود ريفيو حاجه ليها قيمه وحاجه بقت مطلوبه دلوقتي, بسبب ان مفيش بنك دلوقتي بقى ما عندوش اي وولت, مفيش حد عندنا مثلا عندوش فودافون كاش, جوميا باي, اتصالات كاش, كل حاجه بقت دلوقتي فيها ترانزاكشن او فكره الفينتك. الفينتك هو الفلوس لما تحولت لابلكيشن على الموبايلات. كل ده لازم يتراجع ولازم يتشاف هل هو متحقق بس ولا هل متزود حاجه كده ولا كده. فكره السوشيال انجينيرنج فكره ان انا بحاول اقيس الاويرنس بتاعه الموظفين, اشوف هل لو بعت لهم فيشنج ميل او لو عملت سبوف لاي من كان. فكره السوشيال انجينيرنج مش عايز اقول فيها, الكلام فيها هيكتر قوي وانا ليميتد تايم, بس بقت دي كامبينز مطلوبه وبتتعمل على سكيل واسع. فكره دايما الناس الكونسبت بتاعتهم عن الهاك او الاتاك, ان انا دلوقتي كله بيفكر اللي ممكن يحصل له هاك او ايه اللي انا ممكن اخترقه. اي حد لو جيت سالته هيجاوبك اجابه عفويه جدا, يا موبايل ابلكيشن يا نتورك يا ابلكيشن. الحقيقه ان الاتاك بيشمل كل اللي ورايا دول, بيشمل الاي بي ايز, اللوجيكال بروسيس, اليوزر بيهافير, الاي او تي ديفايسز. احنا مر قبل كده انا والتيم عندي اخترقنا بنك كامل من خلال كاميرات المراقبه اللي فيه, قدرنا ندخل منها على النتورك ومن النتورك عشنا حياتنا. في اليوزر بيهافير, اليوزر بيهافير واللوجيكال بروسيس, مر قبل كده سريعا يعني هحكي يوز كيس. كان في برضو شركه من اكبر شركات هنا في هنا, فكان تم اختراقها عن طريق مش اي ثغره ولا اي من كان. كانت مشكله في البروسيس عندهم ان السي اف او او المدير المالي بتاعهم كان لوكيتد في الفرع بتاعهم في دبي, وكان بيطلب تحويلات ماليه من هنا فرع مصر. حد عرف بره بالموضوع ده وابتدى يعمل سبوف او ابتدى يقلد الميل اللي هو بيبعته المدير المالي ده للشركه, وابتدى على مدار 6 شهور يسحب ويتعمل عندهم تحويلات, وبالتالي هم ما بيشكوش لان هو اصلا ده البيهافير الطبيعي بتاع سي اف او. فمره قبل كده صدفه الكامبين ده, تعرف ازاي او احنا عرفناه ازاي, ان هو الاتاكر جه مثلا طلب منك النهارده اللي انت تحول له, وبعد 5 دقايق السي اف او الحقيقي جه طلب. فالموظف بسؤال بديهي كده, انت يا عم مش لسه طالب مني الكلام ده ازاي؟ انا ما طلبتش حاجه.
طب مش حاجه ازاي ده في تحويلات هنا. فنرجع بقى بكل ده، قال لك انا ما طلبت ده ولا ده ولا ده ولا ده. اذا انا نعرف انه في خلال 6 شهور تم سرقه تقريبا ما لا يقل عن 35 مليون دولار. فدي فكره اللوجيكال بروسيس. هنا هو ما استغلش ثغره معينه، هنا هو استغل اللوجيكال بروسيس اللي ماشيه الشركه في موضوع التحويلات، ان هو مجرد بس لما انا محمد المدير المالي بتاع الشركه دي ابعت ميل لاحمد ولا عبد الرحمن حول لي فلوس، يقوم محول لي. هو مش عارف محمد فعلا اللي بعت ولا لا، مش عارف الفلوس دي رايحه لمين جايه منين. فبالتالي تم سرقه مبلغ كبير جدا عن طريق بس مشكله في اللوجيك والبروسيس والفيزيكال اكسس. الاماكن كتيره جدا دلوقتي تدخل سلام عليكم، حاطط ايدك في جيبك وتدخل، لا يسالك انت مين، رايح فين، جاي منين، الاي دي بتاعك، داخل لفين، هل ليك لوجز هنا ولا هل انت اوثرايز ان انت تدخل المكان ده ولا لا. فكل ده شود بي تيستد. قبل كده كنت قبل ما ادخل في التراك ده، او في ناس كتير حتى قابلتها، يا عم انت بتشرحه ده، يا عم الناس ده ايه، محتاج بقى شركات كبيره وفلوس وبنوك ومش عارف ايه، واحنا بعيد عن الكلام ده، يا عم احنا في مصر مالناش في حالنا ومالناش دعوه. هل احنا مثلا تارجت للاتاكس زي دي، هل احنا عرضه للاتاكس اللي زي دي. ففي هنا يوز كيس في يعني مصر قبل 2020 حاجه وبعد 2020 حاجه ثانيه. مصر تعرضت لكميه اتاكس في 2020 غير طبيعي، في منها المصرح والمعلن وفي منها اللي انا ما ينفعش اصرح واعلن عنه. بس انا يمكن جايب اكتر يوز كيسز قريبه لينا كلنا، ان تقريبا كلنا فيكتيمز فيها، كلنا بياناتنا اتسربت فيها. هي شركه سوافل في شهر 6 تم سرقه بيانات الداتابيس بتاعتها بالكامل، تم تسريب داتا بتاعت 4,162,000 وفكه كده مواطنين، اسمك في الفيسبوك اكاونت بتاعك، صورتك، موبايلك، البرومو كود بتاعك، كل ده اتصرف في داتابيز بالشكل ده. يمكن ممكن نطفي النور، طب ده طلب وحش. لو النور اختفى هتلاقي دي داتابيز بالكامل، وكل واحد برقمه وصورته والكلام ده. فدي يمكن فيكتيم اي حد كان كاستمر في سوافل، الداتابيز معلوماته اللي هو كان مسجلها في الابلكيشن كانت مشرفه في البريتش ده. البريتش الداتابيز دي كانت عباره عن فايل جيسون كده مساحته 5 جيجا، كانت بتتباع فور فري على الدارك ويب حتى مش بفلوس. وساعتها حصلت امباكت كبير، وبعديها بشهر الشركه نزلت جاستيفيكيشن على اللينك كده. لو حد دخل على اللينك كده هيلاقي الشركه كاتبه تفاصيل اللي حصل، واحنا بنعتذر ان احنا في اليوم الفلاني حصل لنا كذا، واحنا عملنا باتش والكلام ده. بس الكلام ده كان بعد الداتا ما اتسربت بشهر، الداتا اتسربت شهر 6 تقريبا، سوافل عملت جاستيفيكيشن في شهر 7. يجي دلوقتي حد يسالني على فكره البنتيشن تيستنج والاتاكس والكلام ده، يا عم الكلام ده صعب، يا عم الكلام ده انا بقى زي الافلام بقى اشوف بقى شاشات خضراء وسوداء عماله بتطلع وناس تك 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 والكلام ده. فانا كنت جبت هنا يوز كيسز دي من شغلي انا، دي حاجه عملتها انا والتيم بتاعي. بالسطر ده سطر، دي كانت فولنربيلتي. حد هنا يعرف يعني ايه فاير وول؟ حد هنا يعني ايه في بي ان؟ جميل جدا. الفي بي ان عبارته ان هو فيرتشوال برايفت نتورك، عباره ان انا لو انا عايز ادخل في النتورك بتاعه الشروق وانا من بره بيفتح لي حاجه اسمها في بي ان جيت واي وانا بدخل. الثغرة دي كانت موجودة في بنك يمكن يعتبر من أكبر البنوك هنا في البلد، وكنا بنعمل دي كانت انجيجمنت كنت بعملها أنا والتيم بتاعي عن طريق السطر ده. بس كانت فولنربيلتي موجودة في نوع من أنواع أو فيندور من الفيندورز بتاعت الفاير وول اسمه فورتي جيت أو فورتي نت، عاملة فاير وول اسمه فورتي جيت. فالفورتي جيت ده ممكن يقوم في بي إن جيت واي. فالفورتي جيت الفورتي أو إس بتاعه ما كانش أبديتد، فكانت في الفولنربيلتي دي. الفولنربيلتي دي عباره عن حاجه اسمها باست ترافيرسال. حد يعني يعرف يعني ايه باست ترافيرسال؟ باست ترافيرسال ان انا بكتب باص معين في اليو ار ال بيقدر يفتح لي هنا، يعني اخر حاجه هنا ده الفايل اللي انا بفتحه اس اس ال في بي ان ويب سيشن. هنا الفايل ده دي كانت فولنربيلتي جميله جدا، بتفتح لك بيج موجود فيها كل الناس اللي ليها اكونتات في بي ان، اليوزر نيم والباسورد بتاعها كلير تكست. فانت تاخد اي حد ليه اكونت في بي ان وتدخل تنزل فورتي كلاينت عندك وتدخل بالاكونت بتاعه، كده انت بقيت من بره خالص، بقيت قاعد جوه النتورك بتاعت البنك. فدي كانت شكل الاوتبوت بتاعت الفولنربيلتي. طبعا الحاجات اللي انا حاطط عليها حمر الشيب الاحمر ده كان اليوزر نيم والباسورد بتاع كل الاكونتات، منهم الاكونت بتاع النتورك سكيورتي ادمن، منهم الاكونت بتاع السي او بتاع البنك، منهم الاكونت بتاع السي تي او بتاع البنك. فانت بتدخل جوه النتورك بصلاحياتهم. طبعا الناس دي مفتوح لها كل حاجه، فانت كده قدرنا نعمل بريتش للبنك.
في خلال 3 دقائق بس عن طريق سطر كود واحد. موضوع مش صعب، موضوع مش محتاج اكواد وشاشه سوداء وخضراء وبتطلع وتك تك تك والكود عمال بينزل. ممكن انت تبريتش بنك من خلال سطر واحد او يو ار ال واحد انت بتكتبه يدخلك على فكره البنك. الموضوع ده عمل مشكله كبيره جدا في البنك، وتيم السكيورتي بالكامل اتفاير بسبب ان الفي بي ان ايدج بتاعهم كان فيه فولنربيليتي زي دي. هم بابسط حاجه تحلها اللي انت تابديت للليتست فيرجن، هم كانواش عاملين الابديت، فبالتالي تم اختراق البنك في خلال 3 دقائق. نفس البنك لما دخلنا بقى على النتورك جوه، فخلاص بنحاول بقى نجين اكسس على اكتر حاجات بنحاول نلاقيها. فاحنا المفروض معناش مع يعني خلاص احنا ركننا الصجره دي على جنب، ابتدينا نجرب سيناريوهات ثانيه. واحنا بندور جوه فبندور اول حاجه بنحب ندور بندور عليها طبعا الموظفين المصريين بيحبوا يعملوا، او مش موظفين مصريين، في موظفين كاتيجوري كبيره من الموظفين بتحب تختار الباسوردات السهله انها تبقى الباسورد بتاعته. باسورد 123 اسم الشركه اللي هم فيها 123 من 1 ل 6 من 1 ل 8. وما شاء الله يعني البنات ليهم باسوردات كده عجيبه بصراحه، ما خيبتش معانا قبل كده في ولا كامبين. دي كانت من ضمن الباسوردات، كانت كان سيرفيس اكاونت معمول لمكانات الكاشير اللي هم البي رولز او السيلرز التيلرز اللي بيكونوا قاعدين بره في البنك. الاكاونت ده كان واخد صلاحيه دومين ادمن. دومين ادمن ده اكبر صلاحيه في الانفايرمنت، اكتر واحد مفتوح له كل حاجه. الاكاونت ده كان الباسورد بتاعته يعني انا مخبي نصها، كانت سي اس 123 سايبر سكيورتي 123، كانت حاجه صعبه جدا يعني. فبالتالي انت في 5 دقائق قدرت تبريتش الانترنال نتورك بتاعه البنك وتاخد فول اكسس او تاخد اكاونت عليه دومين ادمن. خدنا الاكاونت دومين ادمن، دخلنا الاكتيف دايركتوري. حد ينفع يعني اكتيف دايركتوري؟ جميل جدا. دخلنا الاكتيف دايركتوري والدومين كنترولر وكريتنا لنفسنا اكاونتات دومين ادمنز وعشنا في وعشنا في البنك. فبرضو يعني لو ركننا السيناريو الاولاني، في السيناريو الثاني لو حد قاعد جوه نتورك البنك هيقدر ياخد اعلى صلاحيات في البنك في خلال دقيقتين. الفكره في حاجه، الفكره دلوقتي ان بقى في كتير قوي في السايبر سيكيورتي، في ناس كتير قوي، في ناس كل الناس كاتبه على لينكد ان سايبر سيكيورتي انجينير، سايبر سيكيورتي انثوزيست، انفورميشن سيكيورتي انثوزيست. طب ازاي بقى تتميز وسط الناس دي؟ لان يعني فعلا التراك بقى كبير جدا في مصر، بقى في شركات كتيره خاصه بالموضوع ده في مصر، بقى في شركات كتيره متارجته الموضوع ده في مصر، بقى بيزنس كامل. فكل الناس راحت معاها في الهوجه، زي هوجه برضو الويب ديفلوبمنت كله تخصص ويب، انا دفعتي تقريبا كلها ويب. الناس اللي شغاله موبايل، الناس شغاله تيستنج. انا مش قصدي ان بقلل من الناس دي، انا قصدي ان الشعب المصري لما بيلاقي حاجه ماشيه في السوق كله بيمشي ورا الترند، محدش بيشوف هل هو عايز ده ولا لا، هل هي دي هتنفعه ولا لا، هل ده اللي هيحقق له التارجت بتاعه ولا لا. فمن السايبر سيكيورتي برضو من عشان هي عملت بومنج كده في اخر كام سنه، برضو كله مشي مع الترند. في ناس انا اعرفها، في ناس شفتت بالكامل وبقت رغم انها كانت شاطره في مجالاتها، بس لا يا عم ده الموضوع طلع ترند فيلا بينا. فازاي بقى انت لو حد هنا حابب يتخصص فكره السايبر سيكيورتي، ايا من كان التيم اللي هو هيدخل فيه، سواء بلو تيم سواء ريد تيم سواء بيربل تيم، ازاي انت تتميز ما تبقاش زي كل الانثوزيست اللي على لينكد ان دول، كل الناس اللي كانت بتحب اللي فجاه بقت بتحب السايبر سيكيورتي دول، ازاي تتميز بيهم؟ مطلوب منك 4 حاجات، او مش انا اللي طالبهم، الماركت بره اللي طالبهم سواء جوه مصر سواء اول ماركت اللي انا بتكلم منه، يمكن انا 100% من شغلي بره مصر. الناس بره عايزه ايه بسبب كميه الناس المهوله اللي موجوده في التراك؟ فاكيد هو مش هيقعد يعمل انترفيوهات للناس دي كلها، مش اكيد مش هشوف سيفيهات للناس دي كلها. فازاي تبقى يونيك او بايونير في الحته بتاعتك؟ اول حاجه اللي انت لازم تبقى ابديتد، لازم تعرف الاتاكس التكنيكس اللي نازله جديده كل يوم اول باول. ما ينفعش اللي انت يعدي عليك يوم من غير ما تشوف اتاك جديد او تكنيك جديد او تير ارتكل جديده او تعرف اللي بيحصل اول باول. ما ينفعش اللي انت تكون تاني حاجه اللي هي الليرنينج ديبر، بمعنى ان ما ينفعش تكون عارف المعلومه كده اهو من بره، لو جيت سالتك فيها ان ديتيل او لو جيت اتحطيت انت فيها ان ديتيل او سيناريو غير اللي انت عارفه اتحط قدامك فتعطل بقى او ايه، لا يا عم ما خدناش الكلام ده في الكورس. لا هنا احنا ما عندناش كورس، هنا احنا يمكن من الشغلانات القليله الغلطه عندنا فوره، ما مش فكره ان الكلاينت طلب مني برودكت فهعدل بقى مع تعديلات الكلاينت والكلام. لا انا لا ديزاينر، انا لا ديفلوبر، انا لا تيستر ولا اي حاجه، انا راجل بتكلم ان انا لو حصلت عندي انسدنت في داتا بتروح، في فلوس بتروح. يمكن من اكثر الحاجات اللي خلت الموضوع بومينج ان الشهر اللي فات في المانيا يمكن حصلت اول حاله وفاه بسبب سايبر اتاك رانسوم. حد هنا ما يعرفش يعني ايه رانسوم وير؟ حد يعرف يعني ايه رانسوم وير؟ عاش جدا.
الرانسوم وير هو عبارة عن مالوير بيدخل يشفر كل حاجة في الانفايرمنت. دخل الرانسوم وير في مستشفى في ألمانيا وشفر كل الديتا بتاعتهم بما فيهم أشعة الام ار اي وأجهزة كتيرة، كان منهم أجهزة تنفس كتيرة. كان في واحدة ست ما كانت حالتها صعبة جدا، معرفوا والجهاز خلاص اتشفر وقف، الفيرموير بتاعهم مش شغال على ما ينقلوها فماتت. فدي كانت أول حالة على مستوى العالم تموت حرفيا، يعني واحدة بني آدم يموت بسبب سايبر اتاك حصل. موضوع ما بقاش فكرة ان انا الويب سايت بتاعي حد اخترقه ورفع لي اندكس وتم الدحس والكلام ده كله، الموضوع بقى اكبر من كده بكتير. بقى في فلوس، بقى في داتا، بقى في بريتشز، بقى في يمكن ما حد هنا متابع الخناقه اللي شغاله اليومين دول بتاعه فاير اي وسولار وينز والاف بي اي اللي حصل له اتاك، وال يعني بسبب اتاكينج جروب اسمه دارك اوتل، ده اتاكينج جروب روسي، بسبب فنربيتي معانا في فيندور اسمه سولار وينز، قدر يخترق بيه مايكروسوفت، قدر يخترق بيه شركه فاير اي من اكبر شركات سكيورتي على مستوى العالم، قدر يخترق بيه الهوملاند سكيورتي الامن الوطني في امريكا، قدر يخترق النيوكلير اورجانيزيشن اللي هي هيئه الطاقه النوويه في امريكا، وخد في وشه شويه حاجات كده حلوين بسبب فنربيتي واحده. فدي خناقه حلوه يعني، لو حد عايز حابب يعني ايه يقرا عنها وكده. بس ده كان دي كانت الفكره اللي انا جاي اوصلها، بما ان انا اصلا اكس الشروق، انا عارف الناس، انا عارف مناهج تشرح ازاي في الشروق، عارف الماركت عامل ازاي. في ناس غصب عنها كتير هتخرج من من كمبيوتر ساينس او انجينيرنج او اي حاجه، تخرج على اللي ماشي ترند في البلد، ويب وموبايل سوفت وير تيستينج، كل واحد ياخد شهاده اي سي كيو بي يقعد يشتغل نزل عينه على راسي. بس مش ده الحل، مش كل الناس هتبقى موبايل، مش كل الناس هتبقى ويب، في تراكات تانية، في حاجات تانية مطلوبة في الماركت. ده لينك الفيسبوك بتاعي لحد عايز يسأل عن اي حاجة، استفسر عن اي حاجة عشان وقت التوك كان قليل. وبس عايش صدعتكم بقى في الحبة دول.